اهلا بيكم، معاكم مهندس شريف ابراهيم، جرافيك ديزاينر وبعمل موشن جرافيكس. ان شاء الله ده هيكون كورس هنبدا فيه نتعلم الفوتوشوب والجرافيك ديزاين. هنبدا من الصفر خالص ونوصل ان شاء الله لمرحله كويسه جدا، بحيث الناس تبقى مؤهله ان هي تشتغل في المجال ده. بعد كده ان شاء الله هنكمل ونتعلم برنامج الستريتور، هو تبع شركه ادوبي برضو اللي عامله الفوتوشوب. ان شاء الله بعد كده كمان هندخل في حاجات ايه هو الموشن جرافيكس، وهناخد فكرة عن المجالات دي كلها إن شاء الله ونتعلمها كويس. المفتوح قدامي ده هو فوتوشوب 2015، لكن لو واحد يعني عنده حاجة قديمة شوية 2014 أو حتى سي اس 6، فهو ما فرقش كتير قوي. الفوتوشوب بالذات من أول سي اس 6 لغاية 2016 يعني الفروق كانت بسيطة جدا جدا، مش هتفرق كتير. يمكن اللي فرق هو برنامج الستريتور في بعض الأدوات زي البين تول، لكن هنا مفيش فرق كبير. يعني نبتدي ان شاء الله. قبل ما ندخل في الكورس نفسه، حابين نعرف احنا ليه محتاجين نتعلم الفوتوشوب، او ده هيفيدنا بايه في حياتنا. في ناس عندها فكره، لكن يعني انا موجه الكورس للناس اللي ما عندهاش فكره خالص، بدأ من الصفر. اللي الناس تعرفه، الناس العاديه تعرفه عن الفوتوشوب، ان هو برنامج بيركب صور على بعض او بيدمج صور، لكن حقيقه هو برنامج بيعمل حاجات كتير جدا يأهلك للشغل في كذا مجال. ناخد سريعا فكره عنها، عن ايه الحاجات اللي ممكن نستفيد بيها. هتشتغل نوعين من الشغل ان شاء الله بعد كده، يا اما هتشتغل في شركه بتاعه دعايه واعلان، او شركه بتاعه جيمز، او شركه بتاعه ويب ديزاين. يعني كل في اكتر من مجال بيعوز ان انت تبقى ملم بالفوتوشوب، سواء يعني عندك فكره عنه او هتتخصص فيه. ده جزء من الشغل. في جزء تاني من الشغل وهو الفريلانس، ان انت تشتغل من البيت اونلاين، تؤدي مهمات معينه اونلاين عن طريق مواقع وسيطه زي freelancer.com او زي Upwork. في مواقع كتير جدا، فايفر، يعني في اونلاين كذا مواقع ممكن وانت قاعد في البيت، يعني سواء يكون ده شغلك الاساسي او تزود دخلك. طيب ناخد فكره، حاجات انا قابلتها في شغلي يعني اونلاين على موقع كان اسمه ايلانس، اللي هو بعد كده بقى اسمه Upwork. يعني ابسط حاجه، الحاجه المشهوره والمعروفه هي البوك كفر او اغلفه الكتب. ده غلاف زي ده، اللي بيصمم الاغلفه دي، حتى الكتب المدرسية أو الكتب العادية، سواء الغلاف أو سواء يعني لو الكتاب فيه صور أو حاجات زي كده، صور توضيحية، اللي بيكون عامل الحاجات دي هي ناس بتكون محترفة في الفوتوشوب. الحقيقة هو طبعا الديزاين عموما لازم هيكون مع الفوتوشوب برنامج اسمه إليستريتور. هو برنامج شبيه بالفوتوشوب، لكن هو أكتر للرسم. يعني الفوتوشوب هو لتعديل الصور وبرضه بيستخدم في الديزاين، ولكن لو أنت عايز ترسم من الصفر فالإليستريتور هتعوزه. يعني هو غالبا البرنامجين بيشتغلوا مع بعض. في طبعا فروق ما بين البرنامجين هنقولها ان شاء الله في وقتها عشان ما لخبطكمش. ودي امثله اهي على حاجات بتتصمم باستخدام الفوتوشوب. يعني معظم اللي انا هوريه لكم دلوقتي هو بيستخدم الفوتوشوب والإليستريتور، الاثنين غالبا الاثنين مع بعض. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه هي البراند ايدنتيتي. كل حاجه بتشتريها، معنى اخر هو براند. البراند ده بيكون عليه الشعار، اللوجو بتاع الشركة. اللوجو ده بيكون موجود على كذا حاجة، أي برودكت أو أي منتج أنت بتشتريه بيبقى عليه حاجة مميزة ليه، دي اللي بيصممها الجرافيك ديزاين. كمان البيزنس كارد أو الكروت الشخصية برضه إن شاء الله دي حاجة هنتعلمها مع بعض. كمان كتب الأطفال والكاريكاتير والرسومات بصفة عامة. طبعا موضوع الرسم ده هو فيه نوعين، هو فيه رسم بالإليستريتور وفيه رسم بالفري هاند، يعني ده متجه ناحيه الفنون الجميله شويه، او بيعوز حاجه اسمها جرافيك تابلت، وطبعا ده بيعوز دراسه يعني منفصله شويه، لكن هو برضه بيتعامل بالفوتوشوب. كمان من اشهر الحاجات اللي بتتصمم بالفوتوشوب والالستريتور الفلايرز، بروشورز، البوسترز، الحاجات دي كلها كلنا شفنا في حياتنا حاجات من دي. فلايرز او يعني واحد عايز يعمل اعلان عن شركته او منتجه، بيعمل ورقه صغيره فيها شرح تصميم بسيط، طبعا لازم يكون جذاب للمنتج اللي هو بيسوقه. كمان الرسومات التوضيحية، يعني سواء في كتب الأطفال أو الكتب المدرسية أو حتى الكتب الكبيرة، الكلام ده اللي بيعمله ناس بتستخدم الفوتوشوب، مصممين ورسامين. محتاج يعني شوية معرفة فنية، لكن مش شرط، يعني حتى لو أنت مش رسام محترف في وسائل ترسم بيها حاجات قريبة من كده. حاجة كمان مهمة قوي وهي الانفوجرافيك. الانفوجرافيك دي يعني من اسمها انفو وجرافيك، يعني رسم بيبين معلومات معينة. انت عايز توصل معلومات معينة لشخص، ترسمها بصورة مختصرة
وشكلها كويس ويفهم منها الإنسان من نظرة بسيطة إيه هو الموضوع اللي عايزين نتكلم عنه. ده جزء حلو جدا ومهم من الشغل، والجزء ده مهم لأن بعد كده ده بيكون مقدمة لحاجة اسمها الموشن جرافيكس، يعني الحاجات اللي أنت رسمتها دي عشان تعمل انفوجرافيك هتاخدها على برامج تانية أشهرهم الأفتر إفكت، وتاخد الرسومات التوضيحية دي اللي أنت رسمتها وتحركها على الأفتر إفكت وتعمل بيها فيديو بسيط مع شرح. أكيد شفنا حاجة زي كده سواء في إعلانات على التلفزيون أو في اليوتيوب. كل الكلام ده بيبتدي بالفوتوشوب وبرضه مع برنامج الإليستريتور. طبعا كمان موضوع اللوجوهات حاجة من أشهر الحاجات اللي بتتعمل ببرامج التصميم. في كمان حاجة مشهورة اللي بيروح يتصور عند أي استوديو سواء يعني صور شخصية ليه أو صور فرح، بتلاقوا الصورة طالعة يمكن أحسن شوية أو في عيوب في الوش بتكونش باينة، بتلاقوا لما الواحد بيطلع من الصورة بتكون أحسن بكتير، العيوب دي بتتشال، أي حبوب في الوش مش عارف إيه الكلام ده بيتعمل. أنت تقدر تعملها صور شخصية أو تشتغل في استوديو وتوفر لنفسك فرصة عمل. دي حاجات كتير قوي، في حتى ناس تشتغل أونلاين الموضوع ده كتير قوي، ناس تبعت لها الصور بتاعتها وهي تعدل لها تعديلات معينة أو طلبات شخصية هي عايزاها، حد مليان شوية نخسسه أو حد خسان نتخنه أو في عيوب في الشكل أو حتى حاجات لعب في الشكل بالشكل ده، كل ده بيتعمل بالفوتوشوب. في كمان التيشيرت ديزاين او تصميم الملابس، الناس الديزاينرز بيكون لازم يكون عندهم خلفيه عن الفوتوشوب، سواء اللي بيصمم الرسومات او اللي بيصمم الملابس نفسها. في كمان جزء مهم قوي بيتعمل بيه الفوتوشوب والالستريتور، وهي حاجه اسمها اليو اي. اليو اي هي اختصار لكلمه يوزر انترفيس، اي حد بيستخدم الكمبيوتر او الانترنت او الاندرويد بيلاقي الحاجات دي، اي ويب في اي صفحة انترنت بتشوف اشكال شبيهة بالحاجات دي، في اي برنامج يعني حاجة زي كده مثلا دي بتتصمم بالفوتوشوب والالستريتور، بياخدها المبرمج، يعني دي بتكون خطوة اولى في عمل اي برنامج، بنعمل الاشكال دي بنرسمها اي برنامج او اي طبعا صفحة ويب انترنت او حتى برنامج او لعبة بسيطة على الاندرويد. بتبدأ طبعا الحاجات اللي انا بتكلم عن الحاجات ال 2 دي طبعا اللي هي 2 دايمنشن مش ال 3 دي، كل ده بيستخدم فيه فوتوشوب والالستريتور. انت بيكون مهمتك تصميم الاشكال دي، البرنامج او صفحه الويب بتبتدي بفكره، بعد كده اللي بيصمم او اللي بيعمل الويب او اللعبه او البرنامج بيشرح للديزاينر هو عايز ايه، والديزاينرز بيبتدي يرسم له الحاجات اللي هو عايزها عشان يبدا يعرضها بعد كده يعمل بيها برنامج او يعمل بيها كل الايقونات والحاجات دي كلها بيصممها ناس بتشتغل على الفوتوشوب والالستريتور، الاثنين غالبا الاثنين مع بعض او حاجه زي كده. مثلا دي واجهه البرنامج بيلعب ميوزك مثلا، ده بيستخدم بيتعمل بالفوتوشوب. دي كلها حاجات مهمه جدا وبتوفر فرص عمل كويسه جدا. في جزء كمان اللي هو الجيم يو اي اللي هي الحاجات دي اللي هي واجهه اللعبه. انت اول ما بتبتدي اللعبه سواء 2 دي او 3 دي، يعني حتى الالعاب 3 دي بتعوز واحد يعمل ديزاين للواجهه زي كده. كل الكلام ده انت ان شاء الله هتتعلم تصممه، كل دي برامج او العاب بتتصمم بالفوتوشوب والالستريتور. طبعا اللي بيعمل الكلام ده هو بيكون جزء من تيم، من الصعب شويه ان انت تحترف في كل حاجه، غالبا بيكون في مصمم وبيكون في مبرمج بيستلم منه الشغل اللي هو بيصممه ويبرمجه. حتى في شغل الموشن جرافيكس او شغل الافلام بيكون في ويب ديزاينر بيصمم الحاجات، وواحد تاني اللي هو الانيميتور بيشتغل على برامج زي الافتر افكت بياخد الشغل ده ويحركه. طيب خلينا ندخل على حاجة تانية بعد كده وهي الموشن جرافيكس، ونشوف ازاي هتحتاج الفوتوشوب والالستريتور هينفعوك في انك تعمل فيديو زي كده. منذ كانت الأبجدية ولدت المعرفة، ولما وجدت المعرفة أصبح لزاما عليها أنت. كل شكل من الأشكال اللي بتتحرك قدامنا دي الأول بيترسم، بتصممه وبترسم الرسومات دي بناء على الفكرة بتاعت الفيديو، وبعد ما بتخلص رسم بتدي الكلام ده، يعني انت ممكن تدرس الرسم والتصميم وبعد كده تاخد الكلام ده وتحركه، بس لو انت بتشتغل في شركة يعني كبيرة شوية غالبا بيبقى فيها احترام للتخصص، بيبقى في واحد بيرسم ويصمم وواحد تاني يستلم منه الشغل ويكمل عليه وهو الانيميتور ويبتدي يحركه. تكون نواة لصرح تربوي وبذرة صالحة في تربة الغربة التي تلاشى الدار لتأسيسها نخبة من الأكاديميين والإعداد المتأني لبرنامج تربوي تعليمي. غالبا اللي بيحرك الحاجات دي هو برنامج الافتر افكت، في طبعا برامج تانية كتير بس ده يعني يمكن اشهرهم.
الافتر افكت هو مش مجرد برنامج تحريك، هو برنامج اسمه كومبوزيتور، او يعني ليه كذا وظيفه تانية. بالنسبه لتحريك الاشخاص، اشخاص زي دي برضو بيتعمل على الافتر افكت، قسم من الأكاديميين. لكن بيتعمل بطريقه يعني ادق شويه وتخصصيه اكتر على برامج تانية زي مثلا تون بوم او الانيمي ستوديو، وكان الاول زمان الفلاش، برامج كتير للانيميشن. ممكن ناخد مثال كمان، حاجه زي Little girl in Africa walked 10 miles for water. Afternoon, 13 cities in America will make it. كل الكلام ده لازم تكون عشان يتعمل محتاج جرافيك ديزاينر، حاجة زي كده. توماس أديسون، لو ده حقق أحلام كبيرة، يمكن يجي في بالك سؤال، هل أنت ممكن تحقق حلم كبير؟ كمان في حاجة تانية، الإنتاج، شغل الإعلانات. طبعا الموشن جرافيكس ده بيستخدم في المجال الإعلاني، وده مجال شغل كويس جدا جدا، مجزي ماديا كويس قوي. في جزء كمان هو الإنتاج السينمائي أو الإنتاج الأغاني، بيستخدم فيه برضو الشغل الجرافيك ديزاينر والفوتوشوب مع الإليستريتور مع الموشن مع الأفتر إفكت، بتعمل بيه أغاني زي كده مثلا. شايفين شكل الكلام اللي بيتكتب ده مع السلم، مع الأشكال اللي هي بيتعمل لها أنيميشن، أنيميشن مع الأغنية. الكلام ده محتاج حد يكون على علم، بيعرف يكتب ويرسم بالفوتوشوب والإليستريتور، وياخد الكلام ده. هو طبعا ممكن يرسم على الأفتر إفكت على طول، بس الأفتر إفكت مش برنامج رسم احترافي، هو هيحتاج وعلى فكرة هي البرامج دي كلها من شركة أدوبي، يعني هي فهي متوافقة مع بعض وتشتغل مع بعض. حاجة زي كده مثلا. كل الافكتات دي تتعمل برضو بالافتر افكت. كل الكلام ده لازم يبقى عندك فكرة عن الفوتو، يعني بيبتدي بانك تدرس الفوتوشوب والالستريتور. ده طبعا يعني رسمة زي رسمة العين دي، انا عاملها رسمتها على ورقة وبعد كده عملت لها سكان وبعدين لونتها في الفوتوشوب. ده طبعا جزء تاني الديجيتال بينتينج. والديجيتال بينتينج هيدخلنا على حاجة اللي هي الكونسبت ارت، تصميم شخصيات الكرتونية وتصميم شخصيات الألعاب. طيب لو انت مش حابب الرسم والتصميم قوي، مثلا نقول ان انت حابب اكتر الانيميشن، انت حابب التحريك والشغل، تعمل شغل افلام وكده، هل انت يعني مش محتاج هنا تتعلم الفوتوشوب او الاليستريتور؟ في الحقيقة لا، انت محتاج. ما حدش بيعمل فيديو موشن جرافيكس لوحده كده، هو بياخد شغل من ديزاينر ويحركه، حاجات معينة اترسمت هو هياخدها ويحركها. ايوه ده ممكن، ده يبقى تخصصك، مش لازم تكون بتعرف ترسم، بس لازم يكون عندك فكرة كويسة جدا عن الفوتوشوب وعن الاليستريتور وعن الرسم وعن التصميم وعن ازاي الشغل ده بيتعمل ويترسم. حتى لو انت هتبقى مهمتك ان انت مجرد تستلمه من الديزاينر وتحركه، لازم انت تبقى فاهم هو الكلام ده بيتعمل ازاي. ليه لازم تبقى فاهم؟ اولا لان البرامج دي كلها متشابهه، يعني فكره اللايرز وفكره حاجات كتير، يعني حاجه اسمها بليند مود والاوباسيتي وحتى البين تول، يعني في تولز كتير قوي مشتركه ما بين برامج الرسم والتصميم وما بين برامج التحريك. انا عارف ان هي يعني بالنسبه لك كواحد لسه جديد ومش ما دخلش في المجال هتبقى مستغرب الحكايه دي، بس دي حقيقه. البرامج فيها تشابه كبير. غير كده لازم تبقى فاهم انت لما تشتغل في شركه وتشتغل جزء، هتبقى جزء من فريق. لو انت استلمت الشغل مثلا من ديزاينر وفي غلطه او في حاجه انت عايز تعدلها، انت مش هتعرف توجهه، يعني انت مش هتعرف تقول له ايه لا خلي لي دي كذا، انت ممكن تطلب منه طلب ما ينفعش يتعمل قوي. فهي تبقى لازم يبقى عندك فكره كويسه. ممكن حتى مديرك في الشغل يدي لك الشغل انت كانيميتور، يعني بيقول لك طب عدل حته صغيره، يعني فهو انت غالبا متوقع ان انت عندك فكره ولو بسيطه عن التصميم، حتى لو انت هتشتغل في مجال مثلا زي ال 3D. طيب خلينا نشوف مثلا برنامج 3D زي 3D اس ماكس، حاجه زي كده. انا بشتغل على 3D ماكس وعلى سينما 4D، حاجه زي الطياره دي. لو انت يعني بتحب ال 3D اكتر من ال 2D، مش حابب يعني فوتوشوب والكلام ده، حابب تشتغل على طول 3D على 3D Max او سينما 4D او وات ايفر، في برامج 3D كتير قوي. هل انت في الحاله دي مش هتعوز تتعلم فوتوشوب خالص
ولا الاليستريتور ولا الكلام ده. لا الحقيقه انت حتى لو انت هتشتغل 3 دي بس، فانت هتعوز برضو الفوتوشوب. طيب بصوا على جسم الطياره دي. الطياره دي طبعا احنا يعني بنيتها من الصفر، يعني نبدا نبنيها حته حته من الاول. كل حاجه من دي بتبقى مربع ومستطيل وهكذا، وبعدين تتطور. بصوا على جسمها، الالوان دي البرتقاني مع الكحلي مع الكلام ده، ده بيتعمل بايه؟ ممكن تعمله على طول هنا في ال 3 دي ماكس، لكن لو عايز تحط رسومات معينه او تعملها الوان بشكل معين، ممكن تضطر تاخدها وتعمل حاجه اسمها يو في. يو في يعني انت تقطع الاجزاء بتاعت الطياره دي بشكل معين، هوريه لكم دلوقتي، وبعدين تبتدي تلونها. تلونها ازاي؟ بتلونها برضو في الفوتوشوب. هوريكم هنا انا حولتها لايه؟ حولتها للشكل ده اهو. انا كنت عايز اعملها بالشكل ده، احط عليها الاشكال والالوان دي. الكلام ده انا عامله رسمه في الفوتوشوب، وبعدين ملبسه للطياره كاني واحد ملبسه هدوم، او واحد ملبسه يعني عربيه وليها غطاء او حاجه زي كده. ده معنى كلمه يو في، يعني كانها عليها مثلا يعني تراب او متبهدله او حاجات زي كده. الكلام ده بيتعمل كتير قوي في شغل الجيمز، يعني حتى في الجيمز 3 دي بيتعمل موضوع اليو في ده او الرسم. طبعا هو مش الفوتوشوب بس اللي بيعمل كده، هو في حاجات كتير، بس الفوتوشوب يعني جزء مهم من صناعه ال 3 دي، سواء جيمز او يعني ايا كان. اوريكم هنا فكره عن الايه هو اليو في، اللي هو حاجه زي كده. دي الطياره بقطع اجزائها بالشكل ده، كانها عارفين العلبه الكرتون. تخيل كده لو في يعني اهي اجزاء اهي من الطياره دي، مثلا الرفارف دي مش عارف ايه. اوريكم برضو اجزاء اهي، دي اجزاء من الطياره، ببتدي اقطعها والونها هنا في ده الفوتوشوب. طبعا بلونها هنا في الفوتوشوب. دي مثلا الرفرف، ده مش عارف الاجزاء بتاعت المدفع بتاع الطياره اللي هو ده. مثلا حتة تانية اهي، كل دي طبعا فايلات فوتوشوب، دي اجزاء تانية من الطائرة برضو. اهي ده الجزء بتاع الجزء اللي هو هنا ده، برضو بيتقطع. يعني الجزء مثلا بتاع المقدمة ده بيتقطع وبعد كده يتفرد، كأنك بالظبط عندك كرتونة بتفكها وبعدين تفردها قدامك. حتى اسلوب طباعة الكراتين والعلب بتاعت المنتجات برضو بيتم بوسيلة مشابهة، كأنك برضو كأنها يعني 3 دي وانت بتقطعها وبتعملها اهو، يعني بتمسكها تلفها كده بالشكل ده. الكلام ده كله لو انت جرافيك ديزاينر كويس، تعرف ترسم كويس على فوتوشوب، هتطلع الشغل ده بالشكل ده. حتى في الشخصيات، يعني لو انت هترسم، لو انت هتعمل 3 دي مش بس طيب يعني طياره او حاجه زي كده، لو انت هترسم شخصيه برضو بتعمل التكستشر بتاعها، او التكستشر معناها السكن او الاجزاء اللي هتبقى على سطح المنتج بتاعك ال 3 دي ده، بيترسم ترسمه 2 دي، وبعد كده بيتعمل له يعني حاجات معينه. اللي حابب يكمل في مجال ال 3 دي هيبقى يدرسها. بس قصدي اقول لك انك حتى لو انت حابب ال 3 دي اكتر، فانت كده كده هتعوز فكره، ولو يعني فكره معقوله عن الفوتوشوب. يعني اخيرا هوريكم اجزاء من شغلي، حاجات انا اقفل بس ال 3 دي ماكس عشان هو تقيل شويه. اجزاء من شغلي كنت عاملها. ده مثلا جزء من فيلم تعليمي، طبعا انا مش عامله لوحدي، عامله مع فريق من الانيميتورز. في مستقبل ليس ببعيد تبدو الحياه اكثر اختلافا، تقنيات جديده تدخل عالمنا مباشره على شبكيات. طبعا الكلام ده احنا بنعمله، يعني كل كادر كل فريم من الفريمز دي بياخد وقت. انا كان دوري هو الرسم مش الانيميشن، ما عدا بس يمكن المشهد ده اللي عملت له جزء من الانيميشن. طبعا ما بيبقاش في وقت ان انت تقعد ترسم بعد كده تعمل انيميشن، هتاخد وقت كتير. عملنا المشروع ده يعني في فتره الحمد لله معقوله، خلصناه ويعني في مقابل مادي كويس. طبعا كنا تيم، يعني ما كنتش انا لوحدي، بس انا عملت معظم التصميمات والرسومات دي. عايز اوريكم برضو حاجه من البرنامج وهو بيرسم. دي مثلا رسمه كنت انا عاملها، ابتديت فيها بالفوتوشوب، رسمت فيها طبعا باستخدام حاجه اسمها جرافيك تابلت. ده فيديو انا عامله لنفسي وانا برسم ومسرعه طبعا، ومركب عليه موسيقى. دي رسمه مثلا ممكن تصلح يعني لرسومات اطفال، او ان هي تبقى رسمه لفيلم كرتون بعد كده تتاخد وتتحرك، تعمل لها انيميشن وتتعمل مثلا في اعلان او في فيلم او في حاجه زي كده. ان شاء الله هتتعلمه، يعني اللي هيكمل برضو معايا وياخد الستريتور هيتعلم يشوف يرسم الكلام ده. ده فيكتور ديزاين او رسم بالالستريتور. في هنا مثال تاني لرسم، بس ده ديجيتال. ده انا رسمه على الفوتوشوب على طول، ديجيتال بينتينج.
وكنت مسجل عشان الناس تاخد فكرة عن الرسم ده بيتعمل ازاي. طبعا الكلام ده بياخد كذا ساعة، يعني بياخد وقت ومجهود. هوريكم بس في الآخر النتيجة. يعني ده شغل أسرع لكم شوية. يعني إن شاء الله الكلام ده هيكون متاح لكل اللي هياخد الكورس معايا وهيقدر يشوفه بالتفصيل. معلش أنا طولت شوية في المقدمة دي، بس أعتقد إن هي كانت مهمة جدا. لازم يعني ناخد فكرة عن البرنامج ونعرف هو إحنا ليه هندرسه وإيه المجالات بتاعته، لأن البرامج دي مجالات بتاعتها واسعة جدا جدا ومهمة، ممكن تفتح لك مجالات عمل كويسة جدا. وخلونا بقى نبدأ من الفيديو الجاي، ندخل في البرنامج ونبتدي مع بعض إن شاء الله.